مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم واهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مع الحدث الذي سنناقش فيها اليوم موضوعين. يتعلق الموضوع الاول بانتقال الجزائر من الشريحه الدنيا للبلدان متوسطه الدخل الى الشريحه العليا للبلدان متوسطه الدخل حسب ما كشف عنه بيان صادر عن وزاره الماليه استندت فيه على التصنيف السنوي للاقتصادات الذي يجريه البنك الدولية. مع الموضوع الثاني فيخص الانطلاق الرسمي لإنجاز 30 صومعة و350 مركزا جواريا لتخزين الحبوب، ما سيسمح برفع قدرات تخزين الحبوب إجمالا إلى 9 ملايين طن لتخزين الحبوب على المستوى الوطني، وذلك ضمن إطار المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية. مشاهدينا، نباشر مناقشة الموضوع الأول المتعلق بانتقال الجزائر من الشريحة الدنيا للبلدان متوسطة الدخل إلى الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل. ولإثراء هذا الموضوع أسعد باستضافة الخبير الاقتصادي هواري غرسي. أستاذ أهلا بك وشكرا على تلبية هذه الدعوة. شكرا، بارك الله فيكم. في البداية أستاذ تغرسي، كيف يتم اعتماد هذه التصنيفات وعلى أي أساس؟ أكيد طبعا مرتبط خاصة بالناتج الداخلي الخام. نشوفوا أنه الناتج الداخلي الخام ارتفع طبعا لعدة أسباب في مراحل سابقة. نظن أنه ما بين الأسباب شفنا تقريبا في هذا التقرير يؤكد على تطور الدخل الوطني الخام للفرد. لما نحكو على طبعا المؤشر بالنسبة للدخل الوطني يمكن من خلاله نحسب كذلك الدخل الوطني الخام للفرد كذلك، معناتها أنه العدد أو القسمة مباشرة الدخل الوطني الخام على عدد السكان في الجزائر نقدر نحسب هذه النسبة، وهي مهمة جدا ما دام أنه هناك ارتفاع بالنسبة للدخل الوطني. هناك طبعا ارتفاع بالنسبة للدخل الوطني الخام طبعا بالنسبة للفرد، وهذا طبعا مرتبط بعدة كما ذكرت عدة مؤشرات. أولا قلنا الدخل الوطني الخام اللي كان ارتفع بصفة عامة، وحتى الدخل الوطني الخام للفرد، وكذلك بالنسبة لقضية النمو الاقتصادي شفنا معدلات النمو مهمة جدا في المراحل السابقة 2023 تقريبا 4.1، توقعات ل 2024 راح تكون تقريبا 3.8، وممكن طبعا تكون أرقام أخرى وتكون طبعا مؤشرات أخرى تعطي أو توحي بحركية اقتصادية موجودة في الجزائر، خاصة أنه الجزائر عرفت مراحل سابقة إصلاح هيكلي بالنسبة للقوانين، مشاريع قوانين اللي مرت على البرلمان وبدأت تطبيقها وتفعيلها، من بينها قانون الإسمار، لأنه شفنا قانون الإسمار هو مهم جدا في هذه المرحلة اللي أعطى طبعا حلول من حيث خلق حركية استثمارية. شفنا أنه هناك اليوم تقريبا أكثر من 7400 استثمار مسجل على المستوى الوطني. في 2019 مثلا لم يكن ولا استثمار أجنبي موجود في الجزائر، اليوم تقريبا أكثر من 145 استثمار أجنبي موجود في الجزائر. هناك بعض الاستثمارات المباشرة الموجودة في استثمارات مفعلة من طرف الشركاء، وهناك طبعا بالشراكة بين الجزائريين وبين حتى أنه التحفيزات اللي موجودة في الجزائر من خلال هذا القانون. شفنا أنه الولايات المتحدة الأمريكية وضع بعض المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية تشير وتشيد بطبعا التحفيزات اللي موجودة في قانون الاستثمار. نظن أنه هذا مؤشر مهم جدا. لاحظنا أنه حتى قضية التوازنات المالية، حتى الميزان التجاري اللي كان تقريبا 3 سنوات الميزان التجاري إيجابي مهم جدا. نظن أنه حتى الاحتياطي الصرف اللي موجود وصلنا إلى مستوى تقريبا 69 مليار، وهو رقم طبعا مهم جدا. هذا الرقم مش معناتها دلالة على طبعا أكثر موثوقية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. إذا ما كانش عندك فائض المستثمر يجي البلاد يقول لك أنا ممكن نستثمر، ولما نحول المال الأموال أو الأرباح بالنسبة للمؤسسة تاعي عندي عائق. هذه الدولة ما عندهاش إمكانيات مالية لتحويل الأموال بالنسبة لي. نظن أنه من بين طبعا مؤشر هو مؤشر طبعا تضخم، لأنه شفنا تقريبا تضخم في السنة الماضية كان تقريبا 3.3، وخلينا أقول لك أنه التضخم في كثير من الحالات مرتبط بتضخم مستورد. علاش؟ واش معناتها مستورد؟ معناتها أنه نستورد أشياء وترتفع ترى طبعا ارتفاع في الأسواق العالمية وتؤثر مباشرة على الإنتاج الوطني وتؤثر على القيمة على القيمة بالنسبة لقضية التضخم الوطني. نظن هذه السنة
شفنا حركيه بالنسبه للاقتصاد الوطني، شفنا انه هناك طبعا تنويع بالنسبه للانتاج الوطني ومحاوله تقليل بالنسبه لقضيه الاستيراد، وهذا طبعا ما اعطى اكثر استقرار للسوق الوطني. شفنا انه هذا الثلاثي الاول من سنه 2024 تقريبا وصلنا الى مستوى 5%، شفنا كثير من دول ممكن من خلال 9 توصل 8.5 او 8.5، لكن وصلنا الى طبعا هذا المستوى. نظن انه هناك طبعا استراتيجيه بالنسبه للسلطات العموميه اللي طبعا دعم القدره الشرائيه بالنسبه للمواطن، وهذا المهم من خلال عده قرارات مهمه جدا، من بين اشكاليه تخفيض الرسوم مثلا او الضرائب، شفنا انه رسم على النشاط المهني اللي كان موجود في قانون الماليه 2024 مهم جدا، شفنا هذا القانون اللي او هذا المرسوم او هذا طبعا القانون اللي اعطى حلول لتخفيض طبعا العبء على المواطن. نظن حتى بالنسبه لقضيه استيراد المنتجات، عرفت هذه السنه مثلا في انتاج الحبوب وصلنا تخفيض الفاتوره تقريبا 1.2 مليار دولار، وهذا مهم جدا، معناته انه رغم الاحتجاج اللي موجود في مثلا بالنسبه للاتحاد الاوروبي لاشكاليه طبعا الاستيراد، اللي لا يعقل أن السلطات العمومية لا توفر حاجيات الوطنية من استثمار وطني ومن طبعا تفعيل الثروات الوطنية. هذا نظن أنه هذا غباء بالنسبة للاتحاد الأوروبي لطبعا الاحتجاج على الجزائر، ولطبعا الاحتجاج للجزائر اختيار مسار مهم جدا هو تفعيل كل الطاقة الوطنية. اليوم النموذج الاقتصادي كيف يمكن أنه نفعل الإمكانيات الوطنية، وكيف يمكن طبعا تفعيل القطاعات الاقتصادية خارج طبعا قطاع المحروقات. نعم مهم جدا قطاع المحروقات، استكشافات موجودة عدة، غاز أو بترول موجودة، ولكن شراكات مهمة جدا دارت في العمل هذا، ولكن حتى لا نبقى دائما مرتبطين بالأسواق العالمية ينبغي تفعيل الحركيه الاقتصاديه. نعم. بالنسبه للقطاعات الاخرى، سواء بالنسبه للمنظومه الفلاحيه اللي تمثل تقريبا 18% بالنسبه للناتج الوطني، سواء بالنسبه للحركيه الصناعيه من خلال القانون للاستثمار اللي يعطي طبعا تحفيزات كبرى بالنسبه للاستثمار، سواء بالنسبه للقطاعات الاخرى كذلك. نعم، طيب استاذ تغرسي، الى اي مدى يعكس ربما هذا التصنيف تحسن او تعافي الاقتصاد الجزائري اليوم، وما هي درجة الأهمية التي يكتسيها هذا التصنيف تحديدا؟ نعم الحمد لله، أنه قلت لك مش فقط التصنيف ومش فقط حتى أنه هناك حركية على المستوى الدبلوماسية، وهذه أعطت أكثر قوة بالنسبة للجزائر. طبعا تواجد الجزائر اليوم في الأمم المتحدة، وتواجدها كذلك بالنسبة لنائب رئيس طبعا للأمم المتحدة، وتواجدها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتواجدها حتى بالنسبة للتنظيمات الثقافية موجودة الجزائر اليوم. هناك حركية دبلوماسية قوية بالنسبة للجزائر، وهذه الحركية وهذه الموثوقية من شأنها تعطي أكثر حركية بالنسبة للاقتصاد الوطني. نظن أنه اليوم الإرادة السياسية تريد استقطاب أكثر الاستثمار الأجنبي عن طريق تسويق بالنسبة لهذه المؤشرات، لأنه تقريبا 3 سنوات وشفنا مرافقة حقيقية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، وشفنا كذلك بالنسبة للبنك العالمي، وهذا هذه الإشادة اللي موجودة بالنسبة لهذه المؤسسات المالية اللي تابعة للأمم المتحدة من شأنها تعطي أكثر دور في الجزائر للمراحل القادمة لاستقطاب عدة مؤسسات. اليوم هناك شراكات حقيقية بين طبعا إيطاليا، بين كذلك القطريين، طبعا المشروع مهم جدا تقريبا 3.5 مليار طبعا دينار جزائري، مشروع بلدنا بالنسبة للحبيب اللي هو مشروع مندمج مرتبط بإنتاج الحليب، مرتبط كذلك إنتاج اللحوم، مرتبط بإنتاج الجلود، مرتبط بإنتاج كذلك الصوف، مرتبط كذلك بالحشائش، مرتبط طبعا مندمج بأتم معنى الكلمة. حتى بالنسبة لي هناك كثير من المؤسسات الوطنية، سواء طبعا الفرادة، سواء بالنسبة لهذه المؤسسات الكبرى اللي دخلت العملية الإنتاجية، سواء بالنسبة لي سناتراك، سواء بالنسبة لي كوسيدار، سواء بالنسبة لي مدار، سواء بالنسبة لي سوفيتال، سوف ينطلق نظن أنه بداية السنة القادمة لأكثر من 120 ألف هكتار تقريبا. ونظن أنه
هذه الامكانيات اللي موجوده بالنسبه للسلطات العموميه وبالنسبه لخلق حركيه بالنسبه لتوزيع العقار الفلاحي. اليوم طبعا هناك منصه رقميه اللي هي الوداس، وكذلك هناك منصه طبعا لونتي اللي هو مهم جدا على المستوى المحلي، توزيع العقار الفلاحي لاستغلاله، لانه السلطات العموميه تركز على الناتج الفلاحي مهم جدا لزياده بالنسبه لاستغلال العقار طبعا الفلاحي تقريبا 500 ألف هكتار، وهذا مهم جدا. ولكن بالمقابل شاهدنا انه نظن هذا التقرير يحكي على دور الجزائر في تطوير منظومه المحكمه الحوكمه، في تطوير طبعا المنظومه الرقميه، في اصلاح طبعا حتى بالنسبه ل دور المؤسسات الماليه. ولكن مهم جدا نقطتين، النقطه الاولى مرتبطه بطريقة المحاسبة، كيف يمكن إعادة الاعتبار لطريقة استغلال المحاسبة الوطنية في الجانب هذا، واستغلال طبعا هذا المجاميع، لأنه نحكي على المجموعة ونحكي على المجاميع. تقريبا أول تعريف بالنسبة للدخل هو طبعا الاستهلاك زائد طبعا الاستثمار زائد النفقات العمومية زائد طبعا التصدير ناقص طبعا الصادرات عفوا المواردات، وبالتالي انه حتى بالنسبه لقضيه التعريف تاعو اللي هو طبعا مجموع القيم المضافه، كيف يمكن انه نؤسس الى منظومه احصائيه ولكن طبعا واقعيه، لانه نعتمد في المراحل السابقه كنا نعتمد على سنه الاساس تقريبا، معناتها السنه اللي نعتمد عليها فيما يخص الاحصائيات هي سنه 89، ولما نشوف 89 اليوم تقريبا عندنا 35 سنه، هل يعقل انه نعتمد على احصائيات بسنه الاساس تاع 89؟ معناتها كانه نقول القمح تاع السنه هذيك ونعتمد عليه، لا، كان تغير كبير ونعرف القيمه تاعو ونحدد القيمه تاعو ونحدد المجمل القيمه تاعو، معناتها انه هناك حركيه اليوم طبعا هناك حركيه اصلاحيه فيما يخص المنظومه الاحصائيه، فيما يخص المنظومه الرقميه، فيما يخص طبعا جمع البيانات، وشفنا كثير من القطاعات بدات في جمع الاحصاء. اليوم نحكي على الاصلاح الاحصاء طبعا الفلاحي مهم جدا. سنعود للحديث عن اصلاح المنظومه الاحصائيه، نبقى دائما في التصنيف، هل يمكن اعتباره اعتراف جديد من مؤسسات دوليه بالجهود التي تبذلها الجزائر اليوم في الاقتصاد؟ نعم، اليوم الجزائر طبعا عرفت بالاصلاحات مهمه جدا فيما يخص المؤسسات منذ سنه 2000 طبعا، انتخاب حول الدستور، انتخاب حول البرلمان، انتخاب او طبعا تحيين عده مؤسسات وطبعا تفعيلها في ارض الواقع، ثم ذهبت الى الاصلاح بالنسبه للقوانين، لانه شاهدنا في قوانين مراحل سابقه لم تكن في هذا المستوى. نعطيك مثال، قضيه الاستثمار في المراحل السابقه كان يشبه طبعا كثير من الاخطاء. ونظن حتى المرحلة السابقة كان مجلس الاستثمار اللي هو المجلس الوطني للاستثمار اللي هو كان يقرر في منح طبعا الاستثمار لمن طبعا يريد. اليوم هناك منظومة رقمية لاستغلال الامكانيات الموجوده في الاستثمار، واللي طبعا الحصول على التحفيزات، وانت في البيت نتاعك تتحصل على كل التحفيزات طبعا بلا ما يشوف الصوره تاعك ولا يشوف من شكون انت، وتتحصل على العقار، ما عليك الا اثبات فقط كل الوثائق انه تتوفر على طبعا هذا النوعيه من الاستثمار وهذا النوعيه من التمويل وهذا النوعيه من المطالب اللي كنت انت طبعا اعطيتها من خلال المنظومه الرقميه. اذا طبعا الاصلاح اللي موجوده حتى بالنسبه لقانون النقدي والمصرفي، حتى بالنسبه لقضيه المتعامل المقاول الذاتي، لانه شفنا السلطات العموميه شافت باللي هناك سوق موازيه كبرى خاصه سوق رقميه، تسويق رقمي وغير مراقب. اليوم تريد السلطات العموميه استقطاب هذه الابداعات اللي موجوده في السوق طبعا الرسميه، وهذه الاموال اللي موجوده في السوق الرسميه غير رسميه الى طبعا ادخالها للسوق الرسميه. عده قوانين من بينها مثلا قانون الصفقات العموميه، قانون الصفقات العموميه تقريبا 50% من المسؤولين في المرحله السابقه كان متابعين قضائيا، في بعض الحالات تبليغ كاذب، في بعض الحالات انه لقرار اخذه مهم جدا، لانه انت عارف انه الانسان هذا اللي اخذ المشروع مش قادر يتحكم في المشروع وما
عندوش طبعا الامكانيات وطيت له مشروع، وبالتالي انه سوف تعاقب لانه طبعا اخترقت القانون بطبعا منحك لفلان ومرفضك لفلان. نظن انه اليوم استراتيجيه بالنسبه للاصلاح القانوني، ولكن ما نقولوش انه وصلنا، هناك طبعا اصلاحات مهمه جدا، ولكن ما زلنا طبعا باقين على اصلاحات اخرى نرتقي بها في المراحل القادمه. بالنسبه لقانون البلديه الولايه مهم جدا، لانه لا يمكن الحديث على طبعا على طبعا خلق الثروه على المستوى المحلي والبلديه تقريبا غايبه. اذا دور طبعا المنتخب في المراحل القادمه، دور طبعا المنتخب المحلي طبعا، حتى بالنسبه للولايه، حتى بالنسبه للوطني، نظن انه حتى القوانين الاخرى، قانون التجاري مازال ما شفناش قانون تجاري مهم جدا، نشوفوا المراحل القادمه قانون الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام باش يعطي اكثر حريه للمسؤول في القطاع العام لاتخاذ قرارات. نظن انه سبب المشاكل اللي موجوده اليوم في ولوج كثير من المتعاملين العامين بصفه عامه لعمليه تسمى. نعطيك مثال فقط، هل يعقل باش نبني مسبح في العاصمه؟ نقول لك لا، المسبح في العاصمة يجب أن يعطى للقطاع الخاص من خلال هذا العقار، ودفتر شروط يكون في المستوى، والبلدية يولي عندها مناصب عمل، البلدية تولي مراقبة والأموال تدخلها، البلدية تولي طبعا عندها هيكل، البلدية طبعا يمكن أنه تكون عندها مداخيل ضريبية، وتكون عندها طبعا هذه الامكانيات. نظن انه فقط نشغل الفكره والابداع نتاعنا ونعطي الحريه للمسؤول، ونحمي طبعا حمايه بالنسبه للمسؤول. هذه واش معناتها الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام؟ معناتها الحصول على طبعا تمويل بالنسبه للمؤسسه بصفه عامه دون بذل المال، دون طبعا بذل جهد، فقط كيف يمكن تنظيم مراقبه بالنسبه للمشروع وتعطينا حلول، تعطينا مداخيل طبعا، مداخيل ضريبيه، مداخيل للمناصب، المداخيل لعده، وهناك طبعا قوانين اخرى اللي راح نشوفوها من بينها الاصلاح، وجب اصلاح المنظومه طبعا ضريبيه في المرحله القادمه، لانه سمعنا كثير من المسؤولين يحكوا على ضغط ضريبي موجود بالنسبة للمستفيد بصفة عامة. هناك قوانين الحمد لله أن السيد الرئيس في كل مرة يجيب لنا قوانين مهمة جدا تتابع في القوانين. طبعا آخر قلنا رسم على النشاط المهني راح نشوفه، وكان طبعا السيد الرئيس قال ممكن جدا راح نشوفه إصلاح. ينبغي أنه السلطات العمومية ولا قطاع الوزاري يأخذ المبادرة في كل مرة. طبعا نشوفه أنه السيد الرئيس هو اللي يأخذ المبادرة، ولكن ينبغي كذلك المسؤولين على المستويات الأقل أن يعطوا حلول بالنسبة لكل المنظومات. ما نستناش في كثير من الحالات يجونا طبعا الحلول من طبعا الرئاسة وحتى بالنسبة للسلطات العمومية على مستوى عالي. نعم أستاذ، كنت أشرت منذ قليل إلى مراجعة لطريقة تقديم الدخل المحلي الخام، هل يمكن أن تفسر لنا أكثر؟ نعم، هو لازم نعرف أنه التقسيم تقريبا فيه ربعة. هنا نحكو على طبعا تصنيفات، التصنيف طبعا الأول اللي هو المتوسط، عفوا الاقتصادات منخفضة الدخل، والمعرف على أنه دخل الخام يقدر للفرد يقدر أقل من 1135 دولار. لما نقول 1135 دولار معناتها تقريبا 100 دولار للشهر. ثم كذلك المتوسط الدخل للشريحة الدنيا، هنا شريحة الدنيا واللي كنا فيها في السنوات الماضية، لأنه الدخل نتاعنا في السنوات الماضية كان 3900، هذه الشريحة محصورة ما بين 1136 و 4465. نظن كان عندنا في السنة الماضية مثلا كنا تقريبا في الشريحة هذه موجودين، ولكن التقينا هذه السنة إلى طبعا الشريحة اللي شفنا أنه تقريبا الشريحة هذه القيمة تاعها ما بين 4465 إلى مستوى تقريبا 13000 عفوا و 13845. وهذا مهم جدا، نتمنى ان نرتقي الى الشريحه الكبرى، لانه الشريحه طبعا الاخرى اللي هي تقريبا ما بين اكثر من 1313000 عفوا و845، وتعبر دائما الشريحه المرتفعه الدخل. هذه شريحة طبعا مهم جدا، ولكن لما نشوف هذه الشريحة إما في دول الخليج، إما بعض الدول الأوروبية اللي وصلت هذا المستوى، نظن أنه هذه الحركية اللي موجودة في الجزائر
الحمد لله انه ارتقينا لمده سنه وسنتين الى هذا المستوى. يمكن انه هذه الترتيب بالنسبه للتصنيفات الموجوده فيها معناتها انه راح نشوفوا مداخيل مهمه جدا بالنسبه للمواطن وارتقاء مستوى المعيشي بالنسبه للمواطن عكس كثير من الدول، ولكن نستغل فقط اقل من 20% من الامكانيات الوطنيه. يجب استغلال كل الامكانيات الوطنيه، وقلنا هذه الاصلاحات الهدف منها كيف يمكن استغلال هذه الثروات الوطنيه، لانه لما نشوف القطاع الفلاحي ممكن نستغل 10-15%، لما نشوف طبعا قطاع المناجم نستغل كذلك 10-15%، لما نشوف قطاعات المحروقات 20%. تخيل انه لو نوصل في المراحل القادمه الى استغلال 40%، معناتها لما نقول 40% راح نوصل الى مستوى طبعا 10,000، وهذا مهم جدا. مهم جدا انه راح نشوفوا هذه التصنيفات، مهم جدا بالنسبه للمؤسسات الماليه، ومهم طبعا باش يعطي اكثر استقطاب بالنسبه لصوره الجزائر، ولانه صوره الجزائر في المراحل السابقه كانت تعتبر ما بين دول اقل دخلا في العالم. اليوم ارتقينا الى هذا المستوى، لازم يفهم ان المواطن هو طبعا لما نشوفوا نحكوا على مستوى هذا الدخل، هو الدخل الاجمالي، الدخل الاجمالي مقسم على عدد السكان يعطينا هذا الرقم. اليوم ارتقينا بالمداخل ولكن ارتقينا بالاصلاحات، لانه نحكوا على منظومه احصائيه ومنظومة طبعا محاسبتية اللي أعطتنا حل. قلنا كنا نعتمد على المرحلة السابقة على طبعا أرقام خاطئة، نعتمد على طبعا سنوات الأساس. نعم. بالنسبة للمحاسبة طبعا الوطنية كانت خاطئة في الجانب هذا. اليوم ارتقينا على شكل محاسبي، ارتقينا ولكن ارتقى المواطن من خلال الزيادات اللي شفناها. لأنه علاش؟ خلينا نقول لك انه المراحل السابقه كانت تقريبا بدات تغيب الطبقه المتوسطه، ولما تغيب لك الطبقه المتوسطه مشكل في الاقتصاد، لانه ما عندناش طلب بالنسبه للانتاج الوطني، معناتها عندك ضعف في الاستهلاك بالنسبه للمنتج الوطني. لما يكون عندك ضعف، انا مثلا ضعيف ما نقدرش نشري، وانت تبيع لي المنتوج، عندك منتوج ما نقدرش نشري، معناتها حتى انت ما تنتجش. نظن انه الحفاظ على الطبقه المتوسطه راح يعطي اكثر طلب بالنسبه لعمليه الاستهلاك، ويعطي اكثر طلب بالنسبه للعمليه الانتاجيه. نعم. وراح يخلق حركيه بين العرض والطلب. نعم. واللي باستغلال الثروات الوطنيه من خلال هذه الاصلاحات الوطنيه ان شاء الله، ونزيدوا في الاصلاحات المرحله القادمه تعطينا ثروة وأرقام أخرى ومشيرات. نعم. أخرى في المراحل. نعم. القادمة. نعم أستاذ غرسي، سؤال أخير، ودائما في إطار الحديث عن هذا التصنيف، باختصار ما هي درجة اهتمام المستثمرين الأجانب بهذه التصنيفات وبمتابعتها؟ نعم، واعتمادها أيضا، لأن نعم. التصنيفات نحكوا على معدل طبعا ترتيب المجتمعات، هذه تشوف مهم جدا، لانه ولكن المستثمر يهتم اكثر بمناخ الاستثمار، هذا جزء من تحسين مناخ الاستثمار جزئيه فقط. نعم، ومعناتها مازال عمل كثير على طبعا عده فروع لمناخ الاستثمار. قلنا انه اليوم ارتقينا الى اصلاح طبعا في قانون الاستثمار، الاصلاح طبعا في قانون الماليه، الاصلاح طبعا في عدة مؤشرات اقتصادية، ولكن واجب العمل على إصلاح خاصة المنظومة النقدية. اليوم يجب أن نرتقي إلى الدفع النقدي حقيقي، دفع نقدي رقمي. يعني السيد رئيس الجمهورية قرر الأخير، قال يجب أن نلجأ المرحلة السابقة إلى استعمال الهاتف، طبعا دفع عن طريق الهاتف. ووجب إصلاح كثير منها حتى في الجانب المالي، معناتها إصلاح في قطاع الجمارك، إصلاح طبعا في الضرائب، إصلاح في أملاك الدولة، شفنا المشاكل الموجودة في أملاك الدولة، إصلاح بالنسبة لسوق المالي، لأن السوق المالي هو المصدر الممول بالنسبة لتمويل الاستثمارات في كل تقريبا العالم. هناك إصلاح، نظن أنه الجزائر طبعا ماشيه فيما يخص عمليه الاصلاحات، اكيد انه نحن دوله فتيه فيما يخص هذه الاصلاحات، تقريبا سنتين فقط قمنا باصلاحات كبيره. ومازال طبعا عمليه الاصلاح في المرحله القادمه ان شاء الله، لنكون، لانه علاش الثروات موجوده، العنصر طبعا البشري موجود في الجزائر، وحتى القوانين يجب ان تسير العمليه لاستقطاب اكثر، لانه النقطه الاخيره الربحية في الجزائر مرتفعة مقارنة مع كثير من دول،
لما نشوف كثير من دول وحتى دول متقدمة الربحية عندهم ضعيفة جدا وحابين يحتاجوا إلى استثمار في كثير من دول. نظن أن الجزائر ربحية كبيرة فيما يخص عملية الاستثمار، وما عدا فقط أنه نرتقي بانفتاح أكثر بالنسبة للمناخ الاستثمار وتحسين طبعا المردودية لمناخ الاستثمار وتحسين هذه القوانين لاستقطاب استثمارات نعم. أخرى في كل القطاعات الوزارية. نعم الخبير الاقتصادي هواري تغرسي، كل الشكر لك على إثراء نقاش اليوم. مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الجزء الأول برنامج مع الحدث، فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. عودة إليكم مشاهدينا وجدد الترحيب بكم في الجزء الثاني من برنامج مع الحدث الذي خصصناه لمناقشة حدث مهم جدا وهو الانطلاق الرسمي في إنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب و350 مركزا جواريا، العدد الذي سيسمح برفع قدرات تخزين الحبوب إجمالا في الجزائر إلى 9 ملايين طن لتخزين الحبوب، وذلك ضمن إطار المخطط الوطني لتنمية الزراعات الإسرائيلية. مشاهدينا لمناقشة وإطراء هذا الموضوع أسعد باستضافة خبير الفلاحة والموارد المائية مصطفى بن ناوي. أستاذ أهلا بك وشكرا على تلبية هذه الدعوة. مساء الخير الأخت منيرة، تحية ليك وكل طاقم قناتكم، ونتمنى إن شاء الله نكون خفاف ظراف على مشاهدي قناتكم اللي راح ندخلوا لهم من خلال بيوتهم من خلال قناة شاشتكم الصغيرة. شكرا لك أستاذ. في البداية أستاذ، بعد الخطوات نقول الكبيرة التي خططها الجزائر اليوم في إنتاج الحبوب وعلى رأسها القمح الصلب، بعد توسعة المساحات المخصصة لزراعة الحبوب واستصلاح الأراضي بالجنوب، ما الذي تعني هذه الأرقام 30 صومعة 350 مركز جواري من أجل قدرة التخزين بسعة 9 ملايين طن، قراءة في هذه الأرقام أستاذ؟ نعم طبعا، هو بالنسبة لشعبة الحبوب هي قاطرة الشعب الفلاحية على مستوى الوطني، شعبة استراتيجية مهمة باعتبارها أنها شعبة يعني تنتج تساهم بقوة في تأمين الأمن الغذائي الوطني. ما نقدرش نتكلم على راتب غذائي خالي من كل ما هو عجائن، من كل ما هو خبز وما شابه ذلك. إذا دورها في تدعيم الأمن الغذائي الوطني مهم جدا. الدور الثاني هو دور اجتماعي باعتبار أن هذه الشعبة راح يتوظف ما يقارب 500,000 يد عاملة فرد، سواء توظيف مباشر أو غير مباشر، وهذا شيء مهم جدا. وهذا ال 500,000 وما يفوقها بشويه تشكل تقريبا 40% من اليد العامله الشغيله في قطاع الفلاحه، قريب من القطاع الفلاحي يخدم 1,300,000 1,400,000 فرد، 500,000 معناتها تقريبا 40%. اهم وثالث دور في هذه هو دورها الاقتصادي. هذه الشعبه هذه تقريبا رقم اعمالها تقريبا 100,000 مليار دينار، اي مقارب 700 مليون دولار، رقم مهم جدا في المعادلة تاع الإنتاج وكل ما تعلق بالجانب المالي. رابعا، هذه الشعبة هذه تشكل كما قلت قاطرة الشعب الفلاحية الوطني، وخاصة ما تعلق بنشاط الصناعات الغذائية اللي الدولة عندها برنامج كبير في تطوير هذا القطاع هذايا الصناعات الغذائية. احنا اليوم ما نقدرش نتصوروا وحدة لصناعة العجائن بدون القمح الصلب، ما نقدرش نصور وحده لانتاج السميد والفارينه بدون القمح اللين بالنسبه للفارينه والصلب بالنسبه للقمح، ما نقدرش نصور وحده لانتاج الاغذيه تغذيه الاغنام وكل ما هو دواجن بدون ما يكون موجود كماده اوليه الشعير وكذلك الذره وما شابه ذلك. اذا هذه الشعبه هذه كما يقولوا اصحاب قطاع البناء كون لو باتيمون فا تو فا بيان، احنا نقولوا بالنسبه لقطاع الفلاحه لما شعبه الحبوب تكون مليحه في السنه كل الشعوب راح تتبعها وتكون السنه جيده. هذا شيء مهم جدا بالنسبه للشعبه هذه على المستوى الوطني. احنا عندنا مساحه انتاجيه على مستوى الصاي تاع الجزائر هي 8.3 مليون هكتار. المساحه المخصصه لشعبه الحبوب التي تزرع سنويا لا سيرفاس اون بلافي كما يقولوا تقارب 3.2 مليون قنطار سنويا، و بين 3 و 3 مليون، لانه لما تبدا الحمله كاين المترددين لانه مازال ما سقطتش الامطار، كاين اللي ما اقتناوش البذور، دائما تتراوح بين 3.3 و 3.2 مليون قنطار هكتار سنويا. المنتوج معدل انتم الانتاج ديو دي با كما يقولوا تقريبا هو 40 مليون قنطار سنويا، اي ما يشكل تقريبا بين 45 الى 50% من الاحتياج الوطني اللي هو 9 ملايين طن، 90 مليون
قنطار سنة بمعدل مردود يقارب 15 قنطار في الهكتار. نعم. هذا يعني كنشاط الشعبة بصفة عامة. طبعا بالنسبة للتخزين اللي كنت تكلمت عليه، طبعا هو في السابق التخزين هذا كان يدير عائق كبير بالنسبة للمنتجين. وأكبر عائق هو التضارب بين تخزين الإنتاج الوطني والتخزين والمنتوج المستورد. وهذا كان إشكال كبير. دونك يا بين كونكورنس بين نخزن المنتوج الوطني نسيكوريزيه نحميه أو نخزن المنتوج المستورد لأنه فيه احتياج عندنا أكيد. كمية يجب أنه نستورد ما يخصنا من المنتوج، وهذا أمر عادي جدا. الآن بالنسبة لهذا البرنامج هدايا، لأنه إحنا في السابق قدرات التخزين اللي كانت عندنا جامي تعدات ثلث المنتوج، أي أنه لما ننتج مثلا 30 مليون قنطار نخزن 10 ملايين. في حدث أنه في موسم 2011-2012 تم إنتاج ما يقارب 60 مليون قنطار، 61 مليون، تم تخزين 20 مليون قنطار. وهذه ليست بقدرة التخزين الحقيقية، هذه هنا يعني راح يكون انتفاضة من طرف المكلفين بقطاع الفلاح للتخزين في أماكن أخرى خارج الصوامع، اي انه تخصص دي بلاتفورم لتخزين المنتوج لتامينه. فوصلنا الى ما يعادل 20 مليون قنطار. الان جاء برنامج السيد رئيس الجمهوريه لتدعيم وسائل التخزين. نعم. شيء مهم جدا. اولا البرنامج بالاضافه الى ما هو موجود هو انجاز 30 مركز صومعه على مستوى الوطني، بالاضافه الى 350 مركز جواري للتخزين. دونك ان سون دو بروكسيميتي. طيب ما هي اهميه هذه المراكز الجواريه؟ نعم. من اهميه المراكز الجواريه هي تقريب مركز جمع الحبوب من اماكن الانتاج. هذا شيء واضح جدا. لماذا؟ نعطيك امثله بسيطه. مثلا انتاج الحبوب على مستوى المنيا اللي هي كانت منطقه وما زالت منطقه رائده في انتاج الحبوب، المنتوج كان يمشي يخزن في لاسيسيالاس تاع الغواط 400 كيلومتر. المنتوج مثلا تاع جنوب خنشله اللي هو بابار، خاصه منطقه بابار الجنوب، كان يحول الى غايه مراكز يعني مؤقته موجوده في خنشله وحتى في ام البوق. الان هذه المراكز دورها هو تقريب المركز الجمع من الفلاح، وهذا هو لان الفلاح تكلفوا مبالغ اضافيه خاصه ما تعلق بالجانب النقل والانتظار. كاين فلاحين كينتظروا لمده اسبوع لاستلام منتوجهم وتامينه وتخزينه. الان هذه المراكز الجواريه بالاضافه الى المراكز الكبرى اهم فيها الاول هو ان هذه المراكز راح تكون قريبه من اماكن الانتاج وبالتالي من المنتج. هذا هو مهم جدا. الان بالنسبه للسعه الاجماليه دونك لا كاباسيتي كوميلي راح توصل الى 9 مليون طن او 90 مليون قنطار. ما معنى ذلك؟ احنا كنا نتكلم في السابق على تامين وتخزين المنتوج الوطني وقلنا وصلنا ان نخزن الثلث تاعو. الان 9 مليون طن و90 مليون قنطار واش معناتها؟ معناتها ليس فقط تخزين المنتوج الوطني وانما تخزين الاحتياج الوطني. سي تري امبورطون، هذا مهم جدا لان معدل احتياجنا من الحبوب تو سيريال كونفوندو يقارب 90 مليون قنطار، يوصل حتى ل 100-110 ولكن يقارب 90 مليون قنطار. الآن اتخاذ السيد الرئيس رئيس الجمهورية لقرار يعني السعة تخزين وإيصالها إلى 9 مليون طن معناتها تخزين المنتوج الوطني وتخزين ما هو مستورد، أي تكفل بتخزين الاحتياج الوطني من الحبوب، وهذا مهم جدا. أكيد. ونظرا للوضع الأوضاع الجيوسياسية اللي رانا نعيشوها اليوم من الضروري جدا أنك يكون عندك قدرة لتخزين احتياجك من مادة استراتيجية كمادة الحبوب. وهذا مهم جدا، وهذا هو الشيء اللي يظهر من خلال برنامج السيد رئيس الجمهورية في تحسين قدرات تخزين الحبوب على مستوى الوطن. وهذا هو المهم جدا. نعم أستاذ مصطفى، قبل إنجاز هذه الصوامع ما هي وسائل وأساليب التخزين الحالية يعني المعتمدة الآن وفي السابق، وكيف كانت تخزن الحبوب قبل ذلك؟ طبعا وسائل التخزين قلت لك كانت وسائل التخزين ما تعداش 15 مليون قنطار، هذا من حيث السعة. ثاني من حيث التوزيع، كانت مراكز في أغلب الأحيان كانت مراكز متباعدة عن مراكز الإنتاج. لماذا؟
لان اغلبيه المراكز اللي متواجده، نهضر لك على مركز برواقيه، نهضر لك على مركز تاع قسنطينه، هذو كلها مراكز انتجت في وقت العهد الاستعماري بصفه عامه او حتى في السبعينات. وهذه المراكز هذه كانت تابعه لمناطق انتاج حبوب، الان تغيرت. راكي تعرفي باللي بالنسبه لانتاج الحبوب رانا مشينا للجنوب، نحو الجنوب. اذا كان من الضروري ان يكون ان ريديبلوامون، اي اعاده انتشار تاع مراكز الجمع حاليا. مراكز الجمع السابقه كان فيها اشكال كبير لجهه انه الفلاح لما يجيب انتاجه يقدر ينتظر 10 12 يوم 15 يوم كسلسله ينتظر في تسليم منتوجه. لماذا؟ لانه كان كاين تنافس بين تخزين المنتوج و المنتوج المستورد لتأمين احتياجاتنا الوطنية. هذا أمر عادي. فكما تعرفي إنتاج الحبوب أو عملية الحصاد بالنسبة للحبوب حاليا تنطلق من الجنوب. في الجنوب تبدأ مع بداية ديسمبر، تبدأ مع بداية ماي، تبدأ لتروا كات ماي تبدأ عملية الحصاد بالنسبة للجنوب، ثم تبدأ تقدم باتجاه الشمال إلى أن تصل إلى المناطق الشمالية هذو في نهاية أوت. وبعض الأحيان المناطق المرتفعة مثلا كوامري بالنسبة للمدية توصل حتى لبداية سبتمبر. إذن خلال الفترة هذه احنا راهي واضحة الأمور، إذن من ماي إلى غاية إنتاجنا الوطني رانا عارفين وكتاش يجي، وبالتالي نعرف وكتاش نحتاج وسائل تخزينه. بالنسبة للمنتوج المستورد هذا صعب جدا باش تعرفي وكتاش يدخل لك المنتوج المستورد. وحدث في كثير من المرات أنه الإنتاج المستورد دخل إلى الميناء وباش يمشي إلى مناطق التخزين، خاصة بالنسبة للعاصمة عندنا المركز تاع برواقية وقصر البخاري. فحدث أنه الإنتاج المستورد خرج من البور ويمشي للتخزين في المناطق هذو أثناء فترة الحصاد والدرس بالذات. وبالتالي طبعا وبالتالي كانوا هذو اللي سيلو كانوا ساتوري، يعني مشبعين بالمخزون تاع الانتاج المستورد، وطرح اشكال كبير بالنسبة للفلاحين. ونقول لك حتى اثر عليهم، لان الفلاح لما يبدا في عملية الحرث والبذر راه ديجا يفكر في الحصاد، في عملية الحصاد وتسليمه للمنتوج. لأن الدولة أحسن ما هو موجود الآن، باعتبار أن هذا المنتوج استراتيجي ومهم جدا، الدولة تعاملت مع هذا المنتوج باعتبار ما يسمى الزراعة التعاقدية. أي أنه الدولة هي اللي توفر البذور، الدولة هي اللي توفر المدخلات وكلها مدعمة. والفلاح لما يكون عنده هذه المدخلات وراح يبدا ينتج ويدخل في عمليه الحرث والبذر، راه عارف لما يبيع منتوجه مركز التخزين وين جاي والسعر اللي راح يبيع به المنتوج. اذا الفلاح حسابه واضح من البدايه. وهذا هو لو كونسيبت دو لاغريكولتور كونتراكتويل. هذا المبدا احنا ماذا بينا يدخل هنا الجزائر ويمشي للشعب الاخرى، راه موجود في زراعه الحبوب. نتمنى انه نعم شعب استراتيجي، نعم نتمنى انه يمشي له شعب استراتيجيه اخرى، شعب استراتيجيه اخرى، على غرار شعبه البطاطا، على غرار شعبه البصل، على غرار شعبه اللحوم البيضاء. المنتج في البدايه يكون عنده تعاقد لما راح يسلم المنتوج، نعم، بمواصفات منتوج معينه، بفتره جمع المنتوج معينه، وبمجال سعر ان انترفال دوكو، بمجال سعر معين، وهكذا الكل مرتاح. اللي يوزع المنتوج راه عارف وكتاش يجي المنتوج، اللي ينتج المنتوج راه عارف لمن يبيعه ولمن يديه. وهذا هو المهم، وهذا الصوامع وهذا البرنامج هذا هو مهمته. المنتوج تاعنا رانا عارفين لمن ندوه، والمنتوج اللي يجي كمكمل لضمان امننا الغذائي راه كذلك عنده لمن يمشي. 90 مليون قنطار هو احتياجنا الوطني من الحبوب، واللي راح نديروا له الصوامع لاستقباله. اذا انتقلنا من وسائل بوضع حيز الخدمة، وسائل لتخزين المنتوج الوطني، إلى وسائل تخزين الاحتياج الوطني من الحبوب. نعم أكيد أستاذ مصطفى، أنت أكيد طلعت على برنامج إنجاز الصوامع، ربما ما لو تحدثنا عن مراحل إنجاز هذه الصوامع وتوزيعها على الولايات. طبعا بالنسبه لتوزيع هذه الصوامع على الولايات، اكيد انه هذا على اي اساس اصلا تم هذا التوزيع؟ بطبيعه الحال هناك صوامع انجزت في البرنامج، موجوده صوامع سواء مراكز للجمع او صوامع يعني سكون ابل لي سونتر دو بروكسيميتي، صوامع الجوارده. نعم بالنسبه للمنتج الوطني اكيد انها تم برمجتها للانجاز على اساس انتاج المناطق. ما تقدرش تدير مركز جمع حبوب يبعد بألف كيلومتر، وهذا ما كان موجود في السابق. إنتاج أضرار في بداية 2010-2011 إنتاج أضرار من الحبوب كان تقريبا 150-160 ألف قنطار من الحبوب. الإشكال اللي كان المنتوج أين يخزن وأين يحول، كان إشكال كبير.
بالنسبه لمثلا يعني قلت لك مقبلاتك المنيعه، المنتوج تاعهم كان يمشي لي يخزن في الاغواط 400 كيلومتر. الان الدوله تفطنت لهذا الموضوع من خلال برنامج السيد رئيس الجمهوريه، وهو انه وضع صوامع على حسب مناطق الانتاج. هذه الصوامع المخصصه لجمع المنتوج الوطني. هناك صوامع اخرى من بينها هذه الصوامع تاع ما يسمى الجواريه، راح توجد في اماكن المخصصه لمناطق الاكثر استهلاك لتمركز مناطق الاستهلاك. وبهذه الطريقه يكون هناك تكامل كبير، صوامع مخصصه لاستقبال المنتوج الوطني حيثما وجد، وصوامع اخرى لاستقبال المنتوج الوطني الذي يوجه للاستهلاك حسب التجمعات السكانيه والكثافه السكانيه. هذا هو المهم يعني في كل هذه المعادله، على غرار مثلا انا اتذكر مثلا بالنسبه لمنتجي الحبوب جنوب خنشله بابار وششار كان هناك اشكال كبير. الان تم القضاء على الاشكال بتسخير مركز كبير للجمع وهو في حيز الخدمه موجود في خنشله طريق ام البواقي 350 ميل كانتو، مهم جدا راه في الخدمه. ولكن الفلاحين لما لقوا صعوبة في نقل منتوجهم أكثر من 100 كيلومتر باتجاه الشمال، تم برمجة صواد دي سيرو دي بروكسيميتي في الميتة. الميتة هذه في مركز النشاط الفلاحي الصحراوي لخنشلة. إذا تلاحظي رانا نتوجه شيئا فشيئا إلى التقرب من الاحتياج، أماكن الاحتياج سواء تعلق بالإنتاج أو تعلق باستيراد المنتوج اللي نحتاجه لضمان أمن الغذائي. نعم أستاذ، تحدث رئيس الجمهورية وشدد على أهمية ربط هذه الصوامع بخط السكك الحديدية، ما هي أهمية هذا الربط؟ شوفي، أولا الشيء لازم نعرفه أن بلادنا قارة، الجزائر قارة، ويجب التعامل مع التخطيط على مستوى الوطني من هذا المنظور. وأهم ما في هذا هو أنه هناك مراكز إنتاج موجودة تطلب مسافات كبيرة لإيصال المنتوج. كاين مناطق إنتاج يوصل المنتوج باش يتحول ويتعالج، خاصة بالنسبة لما تعلق بمعالجة الحبوب الإنتاج الموجه كبذور، راح يوصل إلى غاية البرواقية، يوصل إلى غاية العفرون من جنوب من الجنوب الوطني. بالنسبة للشرق والغرب نفس الشيء. إذا الحمد لله من خلال هذا البرنامج هذا أن الدولة الجزائرية انتبهت لهذا الإشكال تاع النقل، إشكال كبير، إشكال النقل. أكيد. وبالتالي أنا كنت دائما نتكلم على تضافر الجهود، قطاع الفلاحة وحده ما كل قطاعات سكون مابيل لا سينيرجي دي زيفور. قطاع الفلاحة وما حوله عبارة عن حلقات سي دي مايون مرتبطة ببعضها البعض. قطاع الفلاحة مكلف بالإنتاج وكل ما به، قطاع المالية متعلق بكل ما هو التمويل، قطاع النقل بكل ما هو نقل المنتوج، قطاع التجارة كذلك عنده دور، يعني كل القطاعات لازم تتدخل. الآن نشاهد دور قطاع النقل. قطاع النقل بالسكة الحديدية برمج 7 مراكز، 3 سينطلق فيهم الإنتاج قريبا اللي هي قسنطينة وكالما، وأربعة وثلاثة وثلاثة وأربع مراكز أخرى مخصص من بينها، واحد في تيبازا وواحد في معسكر ووهران. إذا هذا شيء مهم جدا. إذا هناك تفطن لإشكالية النقل بالنسبة للمنتوج. لماذا؟ لأن بعض الأحيان المنتوج لما يتم حصده يبقى في المزارع لمدة طويلة في انتظار وصول وسائل النقل. اليوم أعتقد أنه في هناك تفطن باستعمال السكة الحديدية والمسافات الكبيرة لزيتازوني ديفلوبا باتجاه المنطقة الغربية بفضل السكة الحديدية. احنا الآن مليح ممتاز جدا أننا فكرنا في التخزين، ولكن فكرنا في كيفية إيصال المنتوج من مكان الإنتاج إلى غاية التخزين، وهذا هو المهم. الآن إذن رانا نشوف بلي الحلقات راهي ترتبط ببعضها البعض، تدعيم الإنتاج في أماكن الإنتاج والحمد لله هنا توجدنا الصحراء الآن، تدعيم مراكز الجمع والتخزين. الآن انتقلنا إلى الحلقة الوسطى اللي هي حلقة النقل من مراكز الإنتاج الى غايه مراكز الجمع والتخزين ولا سيكوريزاسيون دي برودوي كوا. طيب استاذ، كيف ستساهم هذه الصوامع وربما وحتى المراكز الجواريه في تشجيع الفلاحين الناشطين في شعبه انتاج الحبوب؟ بالتاكيد تشارك، انا بالنسبه لي تشارك في المقدمه وفي المؤخره. كيف؟ في المقدمه تشارك بانه هذا الدواوين تاع الواي سي ولي سي سي ال اس اللي موجودين في الولايات، في بعض الولايات ماشي في كل الولايات، هما اللي في البدايه هما اللي مدوا المنتجين بالبذور. نعم. اذا كان اصبح عندنا الان
مراكز لتخزين الحبوب سواء تعلق بالحبوب الاستهلاك أو حبوب البذور. فإذا الفلاح في بداية الحملة نتاعو مرتاح لأنه راح يجيب البذور نتاعو من أقرب مركز تخزين اللي راهم موجودين هذوما. إذا الفلاح ما عندوش مسافة آلاف الكيلومترات ولا مئات الكيلومترات. لا، أنا أتذكر أنه منتجي البذور من أضرار كانوا يمشوا إلى غاية المنيعة لاقتناء البذور من عند الفلاح المستثمر المعروف سي حجاج الله يذكره بالخير، أو يمشي إلى غاية الأغواط. إذن مئات إن لم أقول أكثر من ألف كيلومتر لاقتناء بذورهم. الآن بفضل هذه المراكز اللي بإمكانها كذلك تخزين البذور، فراح تقرب لهم المسافة للحصول على البذور نتاعهم في بداية الحملة. في نهاية الحملة راح تسهل لهم كذلك لنقل منتوجهم إلى أماكن التخزين اللي كانوا يعانيوا منها كثير. لماذا؟ لأنه كانوا لما يتوجهوا، لأن لما يكون إنتاج في منطقة الفلاح راهم يكون ينطلقوا جماعة في حملة الحصاد والدرس. إذا راح يكون ضغط كبير على المركز الوحيد اللي موجود في المنطقة. الآن لما درنا مراكز جوارية والمراكز الكبرى، الفلاح راح يكون مرتاح في إيصال المنتج، يمكن أنه يوصل المنتوج في اللحظة يدفعه ويمشي ياخذ يقتني الشك تاعو من لبادر المجاورة. يعني مهم جدا هذا، راح يشجع الفلاحين كذلك تشجيع كبير لأنه راح يقرب لهم أماكن الحصول على بذورهم وأماكن تسليمهم للمنتوج، وهذا هو الشيء اللي راح يخفف كبير اللي كانوا يعيشوه المنتجين خاصة المتعلقين بزراعة الحبوب. نعم أستاذ، ننتقل من الحديث عن تخزين الحبوب إلى تخزين ربما منتجات فلاحية مهمة أيضا. تحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة من ولاية معسكر عن تكوين مخزون مهم جدا لثلاث منتجات أساسية يتعلق الأمر بالبطاطا، البصل والثوم. لماذا هذه المنتجات تحديدا؟ أولا وشن هو دور التخزين؟ دور التخزين هو عامل من عوامل الضبط. التخزين دوره هو عامل من عوامل ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، يعني باش نكون واضح. عوامل الضبط ثلاث منتوجات اللي تكلمت عليهم. البطاطا في البيت أعتقد لما انتي راكي نظن راكي تدخلي للمطبخ لا يمكن أنك تبدأي تطبخي في حاجة لكم ما تكونش عندك البطاطا. إذن منتوج ذات استهلاك الواسع. نفس الشيء بالنسبة للبصل وبدرجة أقل الثوم. فمنتوج البطاطا في الجزائر منذ الاستقلال كان الإنتاج أون دون دوسي. لماذا؟ لأنه السنة هذه كان منتوج كبير، فالفلاح فرحان جدا لأنه راه يشري البطاطا بسعر رخيص 30-40 دينار، في حين أن المنتج راه مكسر وراه يبيع فيها بعشر 15 دينار. السنة من بعد ماذا يحدث؟ الفلاح اللي دار البطاطا وباعها بسومتها 15 دينار، السنة اللي من بعد ما يديرهاش ماذا يحدث؟ ترتفع الأسعار. ماذا يحدث؟ تنقلب المعادلة، يولي المنتج القلال اللي داروا إنتاج تاع البطاطا يبيعوها بسومات كبيرة معتبرة، ولا المستهلك يشري فيها ب 98 دينار وصلت حتى 150 دينار. إذن التخزين واش هو دوره بالنسبة للمنتوجات هذوما؟ التخزين هو يعني ضبط المعادلة بين بين الإنتاج وما يحتاجه السوق. هذا مهم جدا. البطاطا احنا عندنا معدل الإنتاج تقريبا 45 مليون ضمان الوفرة. نعم ضمان الوفرة. عندنا تقريبا إنتاج تاع 45 مليون قنطار من البطاطا سنويا خلال ثلاث فصول، لأن البطاطا كاين ثلاث فصول إنتاج في البطاطا. والجزائر من الدول القليلة اللي عندهم ثلاث فصول لإنتاج البطاطا، لا بريمير لا سيزون إلى ريير سيزون، وهذا مهم جدا. ودائما كان الإشكال في أنه كاين وفرة ثم ندرة وفرة فندرة. الآن من خلال من تشجيع كذلك إنجاز مراكز تخزين لهذه المنتوجات وعرأس البطاطا والبصل، هو أنه الفائض معادلة الضبط وشن هي؟ هي معادلة تساوي بين العرض والطلب. إذن ماذا يحدث بالنسبة لوسائل التخزين هذوما؟ لما يكون إنتاج كبير راه في السوق يمشي، راه هناك توازن ومنتوجات والمنتوج بسعر مقبول الدولة تخليها. لما يكون راح يحضر فائض في الإنتاج في السوق حتى تنخفض الأسعار، الدولة تمتص الفائض عن طريق مراكز المخزون هذه. الدولة ما يسبب بالضرورة هي اللي تمتص، عندها آليات الامتصاص. تشجع الدولة تشجع التخزين، وكل قطعة في بالها موجود الآن لو سير بالاك هدايا لتخزين البطاطا اللي هو 1.30 دينار لكل كيلوغرام مخزن يستفيد منه صاحب وسيلة التخزين، وهذا شيء مهم جدا. إذا هذا العامل هذا من شأنه أولا ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواحد، تفادي الندرة، خاصة تفادي الندرة وإراحة المنتجين، لأن المنتوج في البداية كما كنت نقول مقبل اللي يهمه وهو راه دخل في مرحلة الإنتاج
ديجا يفكر في مرحلة ما بعد دخوله في جمع المنتوج، لأن البطاطا كان في فترة من الفترات أجريت دراسة مبسطة عن سعر البطاطا اللي ما يضرش للمستهلك ولا المنتج. فكان هناك رقم يتراوح بين 45 و 55 دينار ذاك الوقت، أعتقد 2015-2016. الآن أعتقد بأن هذا المعدل هذا، إذن 45 ما يضرش المنتج يبيعوا بسعر، لأن السعر الكودروفيان تاع كيلوغرام من البطاطا تقريبا 30 دينار كمعدل. الفلاح ما لازمش يبيع أقل، هذه المعادلة أعتقد واضحة، ما يخدمش باش يخسر طبعا. إذن هذا وسائل التخزين مهمة جدا، اللي هي من شأنها أنها تخفف العبء على الفلاح، وكذلك توضع بين أيدي المستهلك منتوج بأسعار مقبولة للطرفين، للمنتج وللمستهلك. نعم. وتتذكري أعتقد الأخت منيرة تتذكري سعر البصل لما وصل في رمضان اللي فات، ماشي هذا اللي فات، ب 500 دينار دوكاتيك راه ب 25 دينار، تصوري الفرق شاسع. أكيد. إذن هذا من ضمن هذه الأهداف، هذه مراكز التخزين، هو إجراء توازن بين ما ينتج وما يعرض في السوق حتى يرتاح المستهلك ويرتاح المنتج. نعم أستاذ مصطفى، هل هناك استراتيجية مضبوطة زمنيا لعملية تكوين هذه المخزونات الاستراتيجية من المنتجات الفلاحية وكذا تصريفها، وما هي الشروط التقنية لتخزين هذا؟ بطبيعة الحال هاد المراكز هادوما، بالنسبة للمراكز تاع تخزين زراعة الحبوب، أن الجزائر عندها خبرة في هذا المجال. كاين هناك خبرة كبيرة. وبالنسبة لإنتاج هذه المراكز، كاين صيفين من هذه المراكز في الحقيقة. كاين المراكز الكبرى التي ستنجز أون دور أون بيتون، هذه مراكز اللي يعني استقبال يعني كميات كبيرة من المنتوج، دي سنتين دو ميلي ديزون دو 400-500 كنتو توصل وتفوت. كاين هناك صومعات أخرى. نتحدث عن المنتجات الفلاحية مثل البطاطا والبصل والثوم. مثل البطاطا والبصل الدولة قامت ديجا، موجود برنامج باش نكونوا واضحين، موجود برنامج، وهذا البرنامج الآن في إطار برنامج استهلاك الجمهورة، راه في إطار تدعيم وتوسيع. البرنامج الأول كان بإنجاز ما يسمى بإنجاز لبلاتفورم لوجيستيك بين 2010 و2013. تم إنتاج لبلاتفورم، يعني وشمال هما عبارة عن مراكز لاستقبال وتخزين المنتوجات الفلاحية ذات الاستيرو، سواء تحت البارد أو بوزيتيف بين 2 و4 أو 5 درجات، أو تحت أون نيجاتيف. فهذه المراكز موجودة، وفيها مراكز عديدة، مثلا مراكز تاع بويرة، مركز تاع بني سليمان بولاية المدية، مركز كذلك موجود في أضرار. ولكن تم تدعيم هذه المراكز مؤخرا ببرنامج إضافي مهم جدا، وخاصة البرنامج توجه للمناطق الجنوبية، وين إيصال المنتوج راح يستغرق وقت طويل، وين درجة الحرارة بإمكانها إتلاف المنتوج هذاك. وبالتالي دولة، وشفنا المركز اللي تاع ليستولين في تندوف أعتقد 2022 و2023، وفيه كذلك برامج أخرى. تم تدشين انطلاق أشغال برنامج كبير في إليزي، وفي هذه كلها برامج مخصصة لتدعيم مراكز تخزين المنتوج هذا لسبب، بالإضافة للبرنامج اللي كان موجود مقبل. ولكن البرنامج الحالي هو برنامج طموح وأكثر بكثير من البرنامج السابق اللي كان محدود على مناطق معينة من الوطن. الآن توجهنا إلى الجنوب الكبير بهذا النوع من، أنا نسميه أدوات الضبط. نعم. المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. نعم أستاذ، سؤال أخير ربما، هل بإمكان كافة المتعاملين الفلاحيين العمل بنظام هذا المخزون الاستراتيجي؟ يعني هل بإمكانهم التخزين، أم يخضع هذا التخزين إلى شروط معينة ومحددة لتفادي الوقوع في فخ المضاربة غير المشروعة وكذا الاحتكار؟ شوفي، هو كاين مثل يقول لك on ne peut mobiliser une personne, une association ولا une coopérative que sur la base de leur intérêt. ما نقدر نحرك متعامل مواطن فرد على أساس مصالحه، وهذا شيء عادي جدا، ما في حتى إشكال. المصلحة هي اللي تحرك الفرد وتحرك المجتمع. فلذلك هذا المشروع بطبيعة الحال مشروع جدا، واللي عنده المبادرة للربح هذا شيء مشروع جدا، لأنه ما كاش فينا اللي يتحرك بدون ربح وبدون فائدة. فهذا الدولة ما راهيش دايره احتكار لتكفلها هي بهذه المراكز هذوما، ترك المبادرة المتعاملين الاقتصاديين الخواص،
والآن بالنسبة للمساحات الكبرى اللي نشوف فيها بالنسبة للجنوب وحتى بالنسبة للشمال، المساحات الكبرى اللي رأيت تمنح من بين ما موجود فيها، الآن الناس تفطنوا لمراكز التخزين لإنجاز مراكز التخزين الخاصة بها. حتى احنا كنا نتكلم قبيلاتك على المراكز الجوارية للجمع، الآن بالنسبة للجنوب راه كاين متعاملين اللي داو مساحات كبرى راهم بصدد إنجاز مراكز الخاصة بهم لتخزين منتوجهم، وهذه يعني تحول كبير في النظرة بالنسبة للمستثمرين الجزائريين. يقول لك أنايا اللي عنده مثلا 5000 ولا 10000 قطار ما يستناش حتى يوصلوا الديوان، يخزن منتوجه عنده في لي سيلو نتاعو، سيلو دو برودوي ينتجهم لهذا الغرض، ثم لما الديوان ينتهي من لا بريسيون والضغط اللي يكون عليه خيلة الحب فيجوا يقتنيوا وياخذوا المنتوج الى مراكزهم، وهذا راح من شأنه انه يخفف الضغط على الدولة، لانه الان في الاقتصاد المعاصر الدولة ما تقدرش تدير كل شيء، وبالتالي الدولة تعتمد على متعاملين نزهاء اللي قادرين يساهموا في ضبط الاقتصاد الوطني، في ضبط إيقاع الاقتصاد الوطني. وهذه المبادرات اللي قدرت كما قلت تقدر تجي مكملة لمجهود الدولة، وكل دورها هي أو مجهود الدولة هو تضافر الجهود جماعة للنهوض بالاقتصاد الوطني وضمان المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع للمستهلك. نعم. إذن خبير الفلاحة والموارد المائية سيد مصطفى بنوي، أشكر لك جزيل الشكر إثراءك القيم لنقاش اليوم. مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامج مع الحدث، أشكر لكم دائما طيب الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.